الاء اجيلك قبل ما الوقت ينتهي طبعا، وقبل ما الفقره دي تخلص. الحقيقه انا بهنيك على المستوى، بهنيك على الفوز. كلميني عن الموسم وازاي كان طويل وازاي تعبتوا. هو شكرا جدا لكلام حضرتك طبعا والكابتن عادل وكلامه. هو كان سيزن صعب اكيد، كان كنا واخدين البطولات كلها السيزن اللي قبله، البطولات المحليه ظهرنا بشكل كويس الحمد لله، وكل واحد ظهر بالشكل اللي يليق بيه ويليق بالنادي طبعا. تعبنا قوي عشان السيزن ده طبعا، وفضلنا مركزين في كل ماتش بماتشه لغايه ما ربنا كرمنا وعدينا دوري بلا هزيمه الحمد لله، والكاس برضو كان ماتشات كويسه قوي، والحمد لله عملنا السيزن اللي كلنا كنا عايزين نوصل له. لا، مين اكتر حد تعب معاك السنه دي؟ بنتكلم في الاسره. لا، كاسره بقى. كاسره اسرتك مين؟ بابا مامتي وبابايا طبعا، اخواتي خطيبي كلهم. باباكي صح؟ اه كل البنات يقولوا باباكي، وتبقى يعني الام اللي تعبانه بس البنت حبيبه باباها. وانا بحترم ده جدا. تعبوا معاك الاسره صح؟ كلهم تعبوا معايا جدا طبعا، وساندوني في حاجات كتير، مامتي وبابايا واخواتي وخطيبي كلهم كانوا معايا في كل حاجه الحمد لله وساندوني في كل حاجه. طيب يعني اصعب ماتش انت لعبتيه، بلاش اصعب، احلى ماتش لعبتيه؟ في المحلي وافريقيا. في المحلي ممكن ماتش الزمالك الاولاني اللي كان في صاله الامير عبد الله الفيصل، ولا لا التاني اللي في صاله الشمس؟ وفي افريقيا ممكن ماتش اول اغسطس. طيب ايه الدور اللي بيدوله كابتن محمد عادل؟ ايه الدور اللي دايما يقول لك الاء اعمليه، او انا مستنيكي منك تعمليه ولو عملتيها هنكسب؟ هو دايما بيتكلم معايا في نقطه الدفاع، لان الدفاع بيبقى في الحته دي مهمه جدا بالنسبه له، فبيتكلم معانا في الحته دي مهمه جدا في الماتشات، بالذات ماتشات معينه بتبقى الحته دي لو اتقفلت خلاص الماتش هيعدي كويس قوي. فكلنا بنبقى نازلين حاطين في دماغنا الكلام اللي الكابتن بيقوله عشان ننفذه باحسن شكل يعني، والماتش ان شاء الله يبقى في ايدينا بتعبنا يعني. لا، شايفه ان احنا قربنا ان احنا نوصل فاينل افريقيا مثلا؟ اه طبعا. شايفه ده بقى قريب؟ انت مصدقه ده كلاعيبه؟ البطوله اللي فاتت كلنا كنا مصدقين وكلنا كنا فعلا عايزين، البطوله اللي قبلها برده كنا فعلا كلنا عايزين، بس البطوله دي احنا فعلا كنا مصدقين في نفسنا قوي، وكنا شايفين ان احنا بجد نقدر ان احنا ناخدها، والفرق في كل الماتشات ما كانش بعيد خالص. كنا طول الماتش ممكن احنا كمان اللي نكون اعلى عليهم في بوينت معينه، بس فهي مجرد زي ما الكابتن قال هي فرق خبرات، وكده كده البطوله دي هتيجي، عشان كده كده كلنا بنتعب لها من اول السيزون لغايه اخر السيزون. طبعا عليكم عليها من اول الموسم، فكده كده هتيجي بتعبنا ان شاء الله، وكلنا شايفين ان هي قربت جدا ان شاء الله. لا لازم اتكلم، ايه اللي انت شايفاه يميز النادي الاهلي؟ ايه انا كلاعب في النادي الاهلي النهارده، ايه اللي يميزني؟ ايه اللي يميز فرقتي عن بقيه الانديه اللي خلينا نعمل نتيجه زي دي؟ هو اول حاجه طبعا الجهاز الاداري طبعا، والفني والاداري على اعلى مستوى طبعا طبعا، كلهم كده كده بيتعبوا معانا جدا عشان نوصل للشكل المطلوب مننا في الماتشات. طبعا تعب الفرقه ده حاجه بتحطنا في مكان تاني خالص، ان احنا فعلا بنتعب ما بنقصرش في النادي خالص، حتى لو جينا على مثلا دراسه او اي حاجه، بس فكلنا بنحاول لحد ما ان احنا نكون موجودين دايما وبنبذل المجهود المطلوب مننا باحسن طريقه علشان نوصل اللي احنا عايزينه، ده اللي بيميزنا عن اي نادي. طب علاقه نصر بيكوا بقى ككابتن فريق بيكوا يعني؟ معلش نصر يعني انتوا بتلجأوا لها في ايه علاقتها معاكوا يعني؟ ليه؟ لانها مين؟ لانها فعلا ليدر، هي قائد فعلا. نصر قريبه مننا كلنا، من كل حد في الفرقه. لو حد مثلا لا قدر الله ممكن يكون واقع شويه نفسيا اي حاجه، هي اللي بتقومه، هي اللي بتتكلم معاه، هي اللي بتشد الفرقه في اوقات معينه، فطبعا هو دورها هيبقى باين جدا في اللي احنا واصلين له مع الفرقه يعني.